استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أحد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم سعادة السيد ديمتري روغوزين الرئيس العام للشركة الحكومية لشؤون الفضاء بروسيا الاتحادية الذي يزور البلاد حاليا. رحب صاحب الجلالة بسعادة السيد روغوزين وأشاد بعلاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدا تطلع مملكة البحرين لفتح آفاق أرحب للتعاون مع روسيا الاتحادية، خاصة في مجال الأبحاث الفضائية السلمية والاستفادة من الخبرات الروسية المتطورة على صعيد علوم الفضاء تحقيقا للمصالح المشتركة. نوه جلالته في هذا الصدد بالإنجازات التي حققتها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين وبجهودها في سبيل تنمية القدرات الوطنية بما يخدم توجهات المملكة ويعزز من مكانتها في مجال علوم الفضاء المختلفة، ومشيدا بمستوى التنسيق المتقدم في مجال التدريب، إضافة إلى مذكرة التفاهم التي تؤطر للتعاون فيما بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الفضاء الروسية. كما أعرب جلالته عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الوطيدة، ومنوها بالنجاحات الكبيرة التي حققتها روسيا الصديقة في كافة الميادين وبخاصة في مجالات الفضاء، متمنيا جلالته لروسيا ولشعبها الصديق تحقيق المزيد من التقدم والتطور والرقي. من جانبه عبر رئيس الشركة الحكومية الروسية لشؤون الفضاء عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على ملقه من حفاوة وترحيب وعلى جهود جلالته في دعم وتشجيع التعاون المشترك مع روسيا الاتحادية على مختلف المستويات لا سيما في قطاع الفضاء والأبحاث.